I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love. مرحبا فيكم في فيديو جديد من قناة بي بلاد الرؤية. اليوم عندنا نزال بين God Valkyrie, طبعا زي الفوردي نوعا ما, اول ما بيطلع بيكون هيك قدرة الاحتمال, بعدين بيصير هجومي ضد رايزنج راجنروك تاكارا تومي. طبعا جولتين تاكارا تومي وجولتين ضد الهازبرو. طبعا هذا لانه تاكارا تومي فرح نازل التاكارا تومي ضد تاكارا تومي, بس بعمل جولتين هازبرو كمان. اللي طلب النزال البيرست, الخمس نقاط اول هو الفائز. البيرست نقطتين, الباقي كله نقطة واحدة. جولة اولى 1-0 لرايزنج راجنروك. اوه حيصير في بيرست خط قوية, سمعت بوم في شي خط. اوه اوكي 2-1 لصالح جاد فالكيري على البيرس. اوه 4-1 لصالح جاد فالكيري, عمل له بيرس. رح كمل باقي جولات بنسخة الهازبرو من رايزنج راجنروك. ما بيعرف هازبرو هي المصنع الاصلي الامريكي, وتاكارا تومي هي المصنع الاصلي الياباني, بس تاكارا تومي هي الاحسن يعني الاصليه اكثر. اوه بيرس لصالح رايزنج راجنروك, اذا النتيجه 4-3 لصالح جاد فالكيري. اوه خارج الحلبة نقطة واحدة لجاد فالكيري, اذا 5-3 لصالح جاد فالكيري هو الفائز. وشكرا لكم لمتابعتكم الفيديو, لا تنسوا تشتركوا في القناة, لايك, واكتبوا بالكومنتات اي اشي, يعني اطلبوا اي نزال بدكم اياه ان شاء الله بسويه. و بدي اشوفوا الفرق بين تاكارا تومي وهازبرو في فيديو حيطلع هون او هون, الاي هاي علامة تعجب, شوفوا الفرق مشان تعرفوا اللي ما بيعرف, وضيفونا على سناب شات وانستغرام, وبشوفكم الفيديو الجاي. Dude, bro.